الثانية عشر ليلا بتوقيت القدس الشريف، نشط مفصلة للأخبار وإلى العناوين. جيش الاحتلال يسحب معظم قواته من جنوب القطاع، واشنطن تضع الخطوة في إطار الاستراحة، ومصادر إسرائيلية تقول إنها استعداد لمعركة رفح. وفد حماس يصل القاهرة، ونتنياهو يتحدث عن استعداد للتواصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وتظاهرة حاشدة ضده في القدس المحتلة وأخرى في واشنطن بمشاركة لبيد تطالب بتسوية بشأن المحتجزين. فصائل وقوى سياسية فلسطينية وعربية تنعى المناضل الشهيد وليد دقة بعد ارتقائه شهيدا من جراء سياسة الإهمال الطبي بعد معاناة طويلة مع المرض. بعد إسقاطها موس سيارة هرمس 900 الإسرائيلية، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دك مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة يردن غربي في الجولان المحتل وهدف حيوي في إيلات بالطائرات المسيرة. عبد اللهيان في دمشق اليوم ويطالب من مسقط الدول الإسلامية بإجراءات حازمة لوقف آلة القتل الإسرائيلية، ويؤكد أن طهران ستعاقب إسرائيل على الاعتداء على قنصليتها في دمشق. أهلا بكم. أعلن جيش الاحتلال سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت انسحاب الفرقة 98 مع ألويتها الثلاثة من خان يونس بعد قتال لأربعة أشهر. الإعلام الإسرائيلي قال إن لواء نحال هو الوحيد الذي بقي فعليا في غزة، وهو يتولى تأمين ممر نتسريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه. وأشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن انسحاب قوات الجيش من خان يونس هو مرحلة أخرى في الاستعداد للعملية المتوقعة في رفح. هذا ونقلت رويترز عن جيش الاحتلال أنه أكمل مرحلة أخرى من الاستعداد لحرب محتملة على جبهات الشمالية مع لبنان وسوريا. مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد أن إعلان الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد استراحة على الأرجح لقواته. كيربي وفي تصريح إلى قناة ABC أشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي ليس بالضرورة مؤشرا على عملية جديدة وشيكة لهذه القوات. من الصعب أن نعرف بالضبط ما يخبرنا به هذا الإعلان، لكن كما نفهم الأمر ومن خلال إعلاناتهم فأن الأمر يتعلق بتوفير الراحة والتجديد لهذه القوات، ولا نقول إنها تدل بالضرورة على بعض العمليات الجديدة القادمة لها. كانوا في الميدان لمدة أربعة أشهر أو أكثر، هم متعبون وبحاجة للراحة والتجديد. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر في وقت سابق بمقتل ثلاثة جنود وضابط برتبة نقيب خلال معارك جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، ووصلت خسائر جيش الاحتلال إلى 604 قتلى منذ بدء الحرب، منهم 260 منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مساعدة للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى. إعلان نتنياهو جاء في مسألة جلسة الحكومة الإسرائيلية، وأضاف أن إسرائيل غير مساعدة للإذعان لمطالب حماس المبالغ فيها برغم الضغوط الدولية وفق تعبيره. لقد أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة الأسرى، هذا لن يحدث، هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة بايدن أوضحت قبل يومين أن هذا هو موقفها أيضا. وأود أن أوضح أمرا آخر، إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق، بل حماس تمنع ذلك، وكانت مطالبها تهدف إلى إنهاء الحرب وضمان بقائها وإعادة تأهيلها لتعريض مواطنينا وجنودنا للخطر. أعلنت حركة حماس أن وفدها وصل القاهرة والتقى وزير المخابرات المصري عباس كامل.
الحركة وفي بيان أكدت حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة، إلى جانب تحقيق انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة. هذا وشددت الحركة على إصرار القوى والفصائل الفلسطينية كافة على تحقيق الأهداف الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة وعاصمتها القدس. كذلك وصل إلى القاهرة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ووافق كابينت الحرب الإسرائيلي على توجه الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع برفقة رئيس الشباك رونان بار إلى القاهرة. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كابينت الحرب منح طاقم المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة صلاحيات مهمة. تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الكنيسة في القدس المحتلة تنديدا بسياسة الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بتحرير الأسرى لدى المقاومة في غزة. المتظاهرون رفعوا لافتات تندد بإدارة الحكومة للحرب مطالبين بنيامين نتنياهو وحكومته بالاستقالة. هذا وردد المتظاهرون شعارات مثل أحياء وأحياء وليس في نعوش وصفقة تبادل الآن. بالتوازي خرجت تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن تطالب بإطلاق السراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. المتظاهرون رفعوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وشعارات تطالب بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق السراح الأسرى. وشارك في هذه التظاهرات رئيس المعارضة الإسرائيلية إير لبيد رافعا معهما المطالب نفسها. معلقة الشؤون السياسية في القناة 12 تشير إلى أن كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انتصار مطلق أمر لا يأخذ الجمهور على محمل الجد. بعد نصف سنة على الحرب أعتقد أن مصطلح انتصار بعيد، ورئيس الحكومة في سياق كلامه تحدث أيضا عن انتصار مطلق. هو أمر لا يأخذه الجمهور على محمل الجد لأنه في حرب مقابل الإرهاب أو مقابل فكر إيديولوجي وفي حرب مقابل جهة نمت طيلة 15 سنة هنا يدرك الجميع الآن أهمية الوقت وأن هذا سيأخذ الكثير منه. ومع بداية اليوم 85 بعد المئة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة استشهد وأصيب عدد من المواطنين في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الصحة أفادت بارتقاء 38 شهيدا وبسقوط 71 جريحا جديدا، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33,175 شهيدا وأكثر من 75,880 جريحا. وعرضت سرايا القدس مشاهد من تجهيز وتربيض وإطلاق الرشقات الصاروخية من محاور التقدم في شمال قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مجاهدو سرايا القدس القوة الصاروخية بإعداد وتجهيز مقذوفات صاروخية متنوعة لاستهداف المدن الصهيونية، وذلك على الرغم مما تمر به غزة من قصف مكثف وتدمير هائل لكافة مناحي الحياة في قطاعنا الحبيب. يخرج المجاهدين من بين الركام ومن تحت أزيز الطائرات ليعدوا ويجهزوا رشقات صاروخية لتشفي صدور قوم المؤمنين، فإنه من غير المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي ونصمت على ما يقوم به الاحتلال من اعتداء على أبناء شعبنا. سرايا القدس القوة الصاروخية الأربعاء 3 نيسان للعام 2024 24 من رمضان.
كتاب المجاهدين من جانبها نشرت مشاهدة من استهداف مجاهدي مقر فرقة غزة في جيش الاحتلال. استشهد الأسير المناضل وليد دقة إثر تدهور حالته الصحية في مستشفى سفاروفيل الإسرائيلي نتيجة إصابته بمرض السرطان. فصائل المقاومة الفلسطينية وقوى عربية وإسلامية نعت الشهيد وأكدت أن استشهاد دقة رغم انتهاء مدة أسره تجسيد حي للمعاناة التي يعيشها الأسرى داخل الزنازين والمعتقلات، وأن جرائم بن كفير في حق الأسرى هي محاولة لإفشال جهود الوسطاء ووضع العراقيل أمامهم. الأسير الشهيد كان قد كتب آخر رسالة إنه على جدران السجن لطفلتي ميلاد: من يأخذ بقية عمري ويمنحني لحظة عناق بذراعيك الصغيرتين، من مسحت بكفيها الصغيرتين على قلبي فانتظم النبض وصح البدن وتلاشت عقود من الألم. شقيق الأسير الشهيد تحدث عن إجراءات نقل الجثمان إلى معهد التشريح الطبي من قبل مصلحة السجون وعرقلة تسليمه لذويه من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير. واقف حاليا عند الوزير بن كفير، للأسف الشديد واقفة عنده، وهذا القرار منه. بيحاولوا بقدر إمكانه ابتزاز العائلي، بما معناه ابتزاز بأنه يضعوا شروط على الجنازة. احنا بانتظار لحد الصبح، بانتظار انه يكون في افراج من قبلهم عنه، افراج عن الجثة من قبلهم في ابو كبير. حاليا الامور واقفة عند الوزير، وبتعرفوا هاي اجراءات تم لحديت لهسه لم يسلم من الشباس من مديرية السجون الى البوليس، مع انهم ادعوا في المستشفى انه اللي صار انه اجى البوليس استلمه، لكن هذا ادعاء المستشفى. بالنسبه للمستشفى الشباس والبوليس هو واحد. ومن رام الله ينضم الينا رئيس هيئه شؤون الاسرى والمحررين قدورة فارس. مرحبا بك سيد قدورة. بدايه اعزائنا للشعب الفلسطيني ككل وللحركه الاسيره باستشهاد الاسير وليد دقة، ولكن قبل استشهاده ما هي آخر الإجراءات التي حاولتم القيام بها من أجل العمل على إطلاق سراحه وعدم الوصول إلى هذه المرحلة؟ يعني لجأنا لما يسمى بالقضاء الإسرائيلي، أخذنا بعين الاعتبار أن هناك نصوص واضحة في القانون الإسرائيلي تجيز إطلاق سراح من هم في مثل الحالة الصحية التي وصل إليها الأخ وليد، ولكن القضاء الإسرائيلي رفض وتجاهل تلك النصوص في القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل أصلا قبل استشهاد وليد قد سجلت سابقة بأنها تحفظت حتى على أو اتخذت من جثامين الشهداء رهائن ولم تسلم جثامينهم لعائلاتهم، وبالتالي إسرائيل لم تتعامل بالإجراءات القانونية التي ربما كان يمكن أن تقود لإطلاق سراحه كما كان يحدث قبل أكثر من 10 سنوات. نجحنا في إطلاق سراح العديد من الأسرى الذين كانوا في وضع صحي خطير. طب ماذا عن الإجراءات التي يحاول أن يقوم بها بن كفير من أجل حتى عرقلة ما بعد وفاة الأسير وليد دقة؟ يعني بن كفير ظهرت أو أظهر حقده وفاشيته بقوله بأنه ما كان يتمنى لوليد أن يموت موتا طبيعيا، وهو بالمناسبة لم يمت موتا طبيعيا، بل نرى في سلوك الإسرائيلي بأنه قتل عن عمد وسبق إصرار حين لم يوفروا له فرصة علاج حقيقية، وحين نكلوا به مثل بقية الأسرى ولم يأخذوا بعين الاعتبار وضعه الصحي، الأمر الذي عجل في استشهاده. يعني بن كفير يعني عار على العالم كله
أن يكون وزيرا إرهابيا قاتلا ويدعو للقتل ويحث على القتل. هو موجود ويتعامل العالم مع هذه الحكومة كما يعني باعتبارها حكومة منتخبة، مع أن معظم وزرائها يفكرون بنفس الطريقة الشريرة المقيتة الإرهابية التي يفكر بها بنغفير. طب هل يمكن للأسف أن نقول بأن الاحتلال الإسرائيلي بجراءاته أوصلنا إلى مرحلة يكون فيها خبر استشهاد الأسرى في السجون الإسرائيلية خبرا عاديا؟ هو يعني ما كان في الماضي ولن يكون، لكننا نعلم أننا في صراع مع احتلال مجرم، وهذا الاحتلال كلما تعمقت أزماته الداخلية كلما انعكس على ذلك بمزيد من القتل ومزيد من التدمير. هو يحاول أن يصدر أزماته الداخلية وخيبته وفشله واضطرابه يصدرها إلينا نحن من خلال المزيد من الجرائم. هذا بالنسبة للشافعي لن يكون طبيعيا. أن نفقد قائدا بوزن الأخ وليد هذا ليس طبيعيا، ولن نتعايش معه. وكل ابن من أبنائنا، كل مناضل من مناضلينا ورمز من رموز كفاحنا يعني سيبقى بالنسبة لنا يعني عنوان لتحدي هذا الاحتلال ولمواجهة هذا الاحتلال حتى ينقشع. يعني نحن شعب عاهد الشهداء على مواصلة مسيرة كفاحهم ونضالهم حتى الحرية والاستقلال، فوفاءنا للشهيد القائد وليد ولكل الشهداء هو أن نستمر بالعمل والمواظبة على النضال والتصدي للاحتلال إلى أن ينقشع عن أرضنا وعن وطننا وينال شعبنا الحرية والاستقلال كما ينبغي له. شكرا جزيلا لك من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس. أفادت مراسلة الميادين باستهداف مقاومين حاجز السالم الإسرائيلي قرب جنين بالرصاص، هذا ويواصل جيش الاحتلال اقتحام قرية جيوس شرق قلقيلية بعد إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة في مستوطنة معالي شمرون. العملية أدت إلى إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح بالغة، وأصيب آخر إصابة طفيفة قرب منطقة النبي الياس قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث نفذت المقاومة الإسلامية هجوما بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبة، كما ردت على اعتداءات الاحتلال على منطقة البقاع بقصف استهدف مقر قيادية في الجولان السوري المحتل. وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثقنة كيلع، كذلك استهدفت القاعدة الصاروخية والمدفعية في يؤاف بعشرات صواريخ الكاتيوشا وثقنة زبدين في مزارع الشبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية. المقاومة أعلنت أيضا استهداف مربض مستجد لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، ونشرت مشاهد من عملية استهداف موقع جيل العلام. كذلك أسقطت المقاومة الإسلامية طائرة مسيرة مسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز هرمس 900 فوق الأراضي اللبنانية، ونشرت المقاومة مشاهدة من عملية إسقاط الطائرة المسيرة المسلحة، وأشارت إلى أنها تمتاز بقدرتها على التحليق لمدة 36 ساعة متتالية على علو 32 ألف قدم، وهي قادرة على حمل 350 كيلوغراما من المتفجرات. نتعرف إلى خصائص المسيرة الإسرائيلية في العرض التالي. أهلا بكم. ما يقارب 6 ملايين دولار تبخرت في سماء لبنان بعدما أسقط حزب الله المسيرة الإسرائيلية هيرمس 900. فما هي مواصفات هذه المسيرة؟ كيف تعمل؟ وما هي خصائصها؟ طائرة هيرمس 900 من أحدث الطائرات المسيرة، أنتجتها الشركة الجوية الإسرائيلية إيربت
وسلمتها إلى الجيش الإسرائيلي بعد الانتهاء من مرحلة التجارب، حيث استخدمت لأول مرة في العدوان على غزة عام 2014. هيرمز 900 هي نموذج أكثر تقدماً لطائرة هيرمز من طراز 450 من دون طيار، ويبلغ طول جناحها 15 متراً، وبالطبع يمكنها الإقلاع والطيران بوزن أكبر. ويمكن أن تقارن هذه الطائرة بطائرة من دون طيار من طراز MQ-1 أو بطائرة من دون طيار من مجموعة هيرون المستخدمة على نطاق واسع في الجيش الإسرائيلي. يمكن لطائرة هيرمز 900 أن تحلق أعلى من طائرة هيرمز 450 فتصل إلى 30,000 قدم فوق سطح الأرض. أما مدة التحليق فتتراوح بين 30 و40 ساعة. الطائرة مجهزة أيضاً بنظام إقلاع وهبوط آلي، وتحمل 300 كيلوغرام من المعدات والمتفجرات. إضافة إلى ذلك يمكن تجهيز هذه الطائرة بأربعة صواريخ جو-أرض. تصل سرعة هيرمز 900 إلى 220 كيلومتراً في الساعة، وتحتوي على أجهزة استشعار رقمية، وتستخدم تقنية الأشعة ما فوق البنفسجية. ومهمات هذه الطائرة واسعة جداً، وتشمل أنشطة التجسس والاستطلاع وإسناد القوات البرية والتصوير والتشويش، وبالطبع فهي قادرة على تنفيذ جرائم الاغتيال. إلى جبهة الإسناد العراقية، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان استهداف قاعدة يردن الغربي في جولان المحتل وقاعدة يوهنتن الجنوبي بالطائرات المسيرة صباح أمس. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها فجر أمس بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في إيلات المحتلة أم رشراش، وأكدت استمرارها في دك معاقل الاحتلال نصة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستعاقب إسرائيل على اعتدائها على القنصلية الإيرانية في دمشق. وخلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أعرب عبد اللهيان عن القلق البالغ تجاه مواصلة كيان الاحتلال جرائمه في غزة والضفة الغربية بدعم أمريكي شامل، وطلب بإجراءات جمعية أكثر حزما من قبل الدول الإسلامية لوقف آلة القتل الإسرائيلية. وعن العلاقات الإيرانية مع السعودية، أكد عبد اللهيان أنها ماضية نحو التطور، وشدد خلال لقائه رئيس وفد صنعاء للتفاوض محمد عبد السلام على إدانة الاعتداءات البريطانية الأمريكية على اليمن. بدوره قال محمد عبد السلام إن صنعاء مستمرة في منع وصول السفن إلى المرافق الإسرائيلية. اليمن مستمر وهو يرد على العدوان الأمريكي والبريطاني، ومستمر في منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل دون تراجع، بل أدت العمليات الأمريكية والبريطانية إلى مزيد من الهمة والثبات ووحدة الموقف اليمني وصوابية الموقف اليمني على الاستمرار في العمليات حتى تتوقف الأحداث في غزة. بدون أن تتوقف الأحداث في غزة لا يمكن أن يكون هناك أي توقف لاستهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، سواء في البحر الأحمر أو البحر العربي وباب المندب وحتى في المحيط الهندي، كما أعلنت القوات العسكرية قدرتها للوصول إلى ذلك. هستيريا لدى الجمهور الإسرائيلي من توقع الرد الإيراني، وعلامة تخبط لدى المستوى القيادي في التعامل مع هذا الواقع. ترافق ذلك مع سجال نخبوي بشأن الجدوى والكلفة من رفع مستوى التوتر مع دولة عظمى مثل إيران. هيثم عباني. حبس الأنفاس في إسرائيل انتظارا للرد الإيراني على الاعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ترافق مع استمرار هستيريا الجمهور الإسرائيلي وظهور علامات تخبط داخل القيادة السياسية، إضافة إلى سجال إعلامي حول الكلفة والجدوى من هذه العملية التي وصفها خبراء إسرائيليون بالعبثية. من أمر بعملية التصفية في دمشق التي أهميتها الاستراتيجية ليست صفرا بل أقل من ذلك لشخصية عسكرية تابعة لدولة مثل إيران، غدا سيأتي مكانه أحد ما وهذا لن يؤثر في شيء. أعتقد أن هذه العملية كانت عبثية وهي جزء من رؤية تكتيكية موضعية ذهبت إسرائيل نحوها. وقبل أن تبدأ إسرائيل بدفع الفاتورة ظهرت علامات تخبط داخل
القيادة الإسرائيلية على خلفية التوتر الأمني مع إيران. جرى مساء الخميس نقاش في الكابينت في الوقت الذي كان فيه جميع مواطني إسرائيل متوترين جدا بسبب توقع الرد الإيراني، وبحسب ما علمت تم تقديم إحاطة أمنية مقتضبة، وامتنع رؤساء الأجهزة الأمنية عن التوسع فيما يتعلق بالتوتر مع إيران، وهكذا أيضا فعل ممثلون من قبل رئيس الحكومة، وهذا أغضب وزراء اعترضوا على تحويل الكابينات إلى منتدى غير ذي أهمية. وإلى أمارات التخبط والهلع أضيف قلق أوساط إسرائيلية من التفهم الأمريكي كما يسمونه للرد الإيراني على إسرائيل. التفت إلى الرد الأمريكي وهو رد مثير للانتباه. تسريبات CIA لم تتضمن أمراً واحداً وهو المقولة المشهورة للرئيس بايدن لا تقدم، فالأمريكيون يتقبلون حقيقة أن الإيرانيين على وشك مهاجمة إسرائيل. وفي ضوء الانهماك الإسرائيلي بتوقع توقيت وطبيعة وعمق الأهداف التي سيطالها الرد الإيراني، حذر خبراء من أن إسرائيل رفعت عن عبث مستوى التوتر مع دولة عظمى مثل إيران تملك ما تملك من قدرات عسكرية وبشرية استثنائية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.